الصحافة العمانية المهاجرة. تقديم النص: نص نثري ذو طابع تاريخي تسجيلي، منتخب من كتاب الصحافة العمانية المهاجرة، صحيفة الفلق نموذجا للكاتب محسن الكندي. يطرح الكاتب في هذا النص دور المثقف العماني في نشر الثقافة وتأسيس فن الصحافة في الشرق الإفريقي، معددا أهم الصحف وأشهر روادها. تحليل المقطع الأول: متى ظهرت الصحافة العمانية في المهجر؟ ظهرت في أوائل القرن الماضي. ما الدور الذي لعبه العمانيون في الشرق الإفريقي؟ طبعا ساهم العمانيون في نشر الثقافة وتطوير الحضارة وتنمية الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الإفريقي. وعندما نتحدث عن الشرق الإفريقي هنا نتحدث عن زنجبار وما تبعها من مدن أخرى سكنها العمانيون في تلك الفترة. ما هي الظروف التي زامنت ظهور الصحافة العمانية في المهجر؟ تبين الظروف التي زامنت ظهور الصحافة العمانية في المهجر أو الأسباب التي ساهمت في نشأة فن الصحافة العمانية في المهجر. هذه الظروف تنقسم إلى قسمين: ظروف خارجية وظروف داخلية. أما الظروف الخارجية فتتمثل في الحربين العالميتين الأولى والثانية. هاتان الحربان اللتان ساهمتا في تردي الوضع السياسي العالمي، إذن هنالك صراعات، هنالك أزمات سياسية متعددة، وكذلك أدت إلى تردي الوضع الاجتماعي العالمي، فظهر التشتت الاجتماعي، ظهرت الهجرة، ظهر الفقر، وهنا إذن نتبين أن بعض العمانيين لهذه الأسباب الخارجية اضطروا إلى مهاجرة طبعا عمان والالتحاق بأماكن أخرى. الظروف الداخلية، إذن هنالك ظهور خطاب ثقافي عماني. إذن رغم قتامة هذه الظروف الخارجية من حروب ومآس، فإن الظروف الداخلية أي هنالك ظهور لخطاب ثقافي عماني مخصوص ساهم في نشأة وظهور الصحافة العمانية في المهجر. يربط الكاتب ظهور الصحافة العمانية إذن في المهجر بماذا؟ بظروف عالمية ومحلية صعبة وقاسية. ما المصاعب التي واجهها المثقف العماني؟ أولا إذن تردي الوضع المادي، هنالك انتشار للبؤس والفقر، وكذلك الرفض لفكرة الثقافة بصفة عامة. هنالك قيود كذلك كانت تقيد المفكر والمثقف العماني سواء في الوطن عمان أو في امتداد عمان، نتحدث عن الساحل الإفريقي الشرقي. إذن رغم ما واجهه المثقف العماني من مصاعب، غير أنه أبدع في فن الصحافة ليكون متنفسا من جهة وفنا يؤرخ تلك الفترة ويصحح ما شابها من عيوب. فالمثقف العماني لا جاء إلى فن الصحافة من أجل ماذا؟ من أجل التعبير عما يخالج صدره وعما يشغل فكره من قضايا، سواء كانت قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا فكرية، قضايا فلسفية، قضايا أدبية. فإذن كانت كل تلك الظروف والمآسي والمصاعب التي واجهها المثقف العماني كانت دافعا ومحفزا من أجل ماذا؟ من أجل الإبداع في فن الصحافة. تحليل المقطع الثاني من هذا النص: ما أهم الإنجازات الثقافية التي أنجزها العمانيون في المهجر؟ إذن كان للعمانيين الفضل في التطور الثقافي والفكري في شرق إفريقيا، وذلك من خلال فن الصحافة. نشأة فن الصحافة أو تأسيس الصحافة في الشرق الإفريقي. كذلك أصدر العمانيون إنتاجا صحفيا غزيرا باللغتين العربية والسواحلية، إذا فاق عدد الصحف 12 صحيفة
وهذا يدل على النمو الفكري والثقافي للمثقف العماني الذي كان نواة أساسية في نشأة الصحافة بالشرقي الإفريقي. ما هي أهم الصحف التي نشأت في المهجر ومن هم روادها؟ طبعا أهم الصحف العمانية في المهجر نجد صحيفة النجاح، صحيفة الفلق، صحيفة المرشد، وصحيفة النهضة كذلك، وصحف أخرى متعددة. أولا صحيفة النجاح. صحيفة النجاح تعتبر صحيفة شبه أسبوعية جامعة، إذن لديها مواضيع مختلفة. هذه الصحيفة صدرت في 2 أكتوبر سنة 1900. هذه الصحيفة أسسها الأديب والعلامة أبو مسلم البهلاني. طبعا رؤساء تحريرها نجد ناصر بن سالم بن عيدم الروحاني البهلاني، وكذلك نجد ناصر بن سليمان اللمكي. طبعا هنا تتذكرون أبا مسلم البهلاني، هذا الرجل الذي كان مبدعا في مجالات مختلفة ومتعددة، وكان له السبق في تأسيس صحيفة النجاح في زنجبار. الصحيفة الثانية هي صحيفة الفلق، وهذه الصحيفة تعتبر تطورا لصحيفة النجاح، منبثقة من هذه الصحيفة، إذ ألغيت صحيفة النجاح وتأسست بعدها أو على ركامها إذن صحيفة الفلق. وصحيفة الفلق صدرت في 1 أبريل سنة 1929، إذن في الحرب في فترة العشرينات، فصعبة جدا. رؤساء تحريرها إذن نجد هاشل بن راشد المسكري. تميزت هذه الصحيفة برؤيتها الإصلاحية وسعي كتابها إلى إنارة الأفكار، كما اتسمت بأطروحاتها المختلفة التي أثارت إعجاب القراء، وهي من الصحف التي شهدت انتشارا كبيرا في العالم العربي. فصحيفة الفلق لم تقتصر فقط على عمان، لم تقتصر فقط على زنجبار، وإنما انتشرت في باقي الدول، ومن ذلك مصر والجزائر وتونس وغيرها من المناطق الأخرى والعراق كذلك. وهذا ما يدل على قيمتها الفكرية وقيمة محتواها الذي تطرحه كمحتوى إصلاحي، محتوى إذن متميز في تلك الفترة. الصحيفة الثالثة صحيفة النهضة، وهذه صورة صحيفة النهضة. طبعا صحيفة سياسية ثقافية عامة، وتلاحظون هنا الجامع المشترك بين كل هذه الصحف هو الميول إلى الحديث عن الجانب السياسي. فالأدباء العمانيون في المهجر وتحديدا في زنجبار كانوا إذن يحاولون إصلاح الأوضاع السياسية التي تردت إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية. كذلك صدرت هذه الصحيفة عام 49 و900 وألف، وهنا يعني بعد الحرب العالمية. مؤسسها سيف بن حمودة بن فيصل البوسعيدي، وتميزت هذه الصحيفة بغلبة المقال السياسي على مواضيعها. الصحيفة الموالية وهي الصحيفة الرابعة صحيفة المرشد. هذه الصحيفة إذن هي صحيفة باللغة السواحلية، صحيفة صدرت عام 1950، تميزت كذلك بطابعها الخاص باعتبارها صحيفة يكتبها العرب لكن بلغة سواحلية، وذلك لكي تصل إلى جمهورها الناطق باللغة السواحلية. طبعا أسسها أحمد بن سيف الخروصي. ملاحظات. طبعا هنا من خلال هذا النص نتبين أن للعمانيين الفضل في نشأة وصدور الصحافة في المهجر. عدد الصحف الصادرة في المهجر يكشف مدى اهتمام العمانيين بهذا الفن، بل ويبرز مدى تميزهم فيه.
المواضيع التي تناولتها الصحف العمانية في المهجر تكشف موسوعية المثقف العماني ودوره في الإصلاح. المثقف العماني مصلح، والصحافة سلاح مهم لتحقيق ذلك. الصحافة وسيلة من وسائل نشر الثقافة العمانية وترسيخها في المجتمعات التي سكنها العمانيون. ما الدور الذي اطلعت به الصحافة العمانية في المهجر؟ إذن لعبت الصحافة العمانية في المهجر دورا مهما، إذ سجلت تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية كما ساهمت في نشر الثقافة والفكر العماني. الصحافة إذن هي وسيلة من وسائل نشر الثقافة العمانية. هكذا نصل إلى ختام تحليل المقطعين، بالتوفيق والسداد للجميع. نمر الآن إلى الإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا النص.